والذي من خلاله سنستعرض معكم هذه المسيرة التاريخية العطرة للمملكة العربية السعودية، والتي تأسست على يد المغفور له بإذن الله تعالى جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل بن تركي آل سعود طيب الله ثراه. مشاهدينا الكرام، 85 عاما من العطاء والنماء، و85 عاما وهذه الدولة المباركة تخدم الإسلام والمسلمين، 85 عاما ونحن ولله الحمد نعيش بأمن وأمان ورغد ولله الحمد. 85 عاما تعاقب على هذا الوطن أجيال قدموا الغالي والنفيس لرفعة هذا الوطن ليكون خادما للإسلام والمسلمين. مشاهدينا الكرام، اليوم سنتحدث عن هذه المسيرة العطرة والتي أسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، وتعاقب من بعده الملوك البررة أبناءه الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله، وفي هذا العهد الزاهر الميمون عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تستمر مسيرة العطاء في وطن العطاء ووطن الحزم في مملكة الحزم المملكة العربية السعودية. سنتحدث معكم إذا مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو المفتوح عن تاريخ لهذا الوطن المعطاء، الوطن الشامخ. أسعد بأن يكون معي ضيفا مشاهدينا الكرام في الاستوديو للحديث عن تاريخ المملكة العربية السعودية قبل التوحيد وبعد التوحيد. أسعد بأن يكون معي الدكتور عمر العمري، وهو أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأستاذ كرسي الملك عبد العزيز في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. أهلا وسهلا بك دكتور عمر، رحب فيك ونهنئك بهاليوم الوطني السعيد، ونتمنى إن شاء الله أن يدوم علينا وعليكم بالصحة والأمان. حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين، ويعني اسمح لي بهذه المناسبة أن أهنئ الجميع قيادة وحكومة وشعبا بهذا اليوم الوطني السعيد الذي نحتفل به لنتذكر هذه الجهود السابقة واللاحقة للمؤسس وأبنائه، وكذلك اسمح لي أن أهنئ القيادة هذه اليومين بهذه الانتصارات على الإرهاب وهذه يعني التي تحققت، والضربات الاستباقية التي تحققها رجال الأمن. واسمح لي كذلك أن أهنئ إخواننا ورجال الأمن والقوات المسلحة الذين يحاربون على حدود الوطن، ويعني لا بد أن نذكرهم في هذه المناسبة وأن ندعو لهم بالتوفيق والنصر والتمكين. آمين إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، ضيف للدكتور عمر العمري، سنتحدث معه عن تاريخ المملكة ولكن بعد هذا التقرير. قصة كفاح وذكرى لملحمة التحدي والتوحيد التي خاضها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، صانع هذه المعجزة التي تجلت في فاصل تاريخي في بناء الإنسان السعودي والبناء التنموي الشامل على أسس راسخة قوامها دين التوحيد ووحدة الأمة على ثرى هذا الوطن المملكة العربية السعودية، حيث تحل هذه الذكرى في عامها 85 لتجدد في قلوب أبناء هذا الوطن عزهم وفخرهم وشرفهم بالانتماء لهذا الكيان الشامخ الذي أرسى دعائمه الملك المؤسس. فإذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة، فيجب علينا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتفاق والاتحاد على ذلك. تتجدد هذه الذكرى كل عام كمناسبة تاريخية سعيدة تم فيها جمع الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء. ومنذ قيام المملكة العربية السعودية شكل النموذج السعودي حالة فريدة على الكثير من الأصعدة في المنطقة، حيث حققت الدولة إنجازات غير مسبوقة في مجالات التنمية وتنويع الاقتصاد وتطوير الخدمات، وفي الوقت نفسه رسخت قيم التمسك بالتراث الثقافي وتطويره والاعتزاز به، ويستعيد أبناء المملكة ذكرى توحيد البلاد وهم يعيشون واقعا جديدا خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. تزينت الشوارع والميادين بالرايات الخضراء،
فيوم الوطن يوم توافقت فيه أدوار جديدة مهمة للمملكة ولقيادتها ولشعبها، تختلف عن أدوار مضت وترسخ لأدوار قادمة أكثر إضاءة وعزيمة. الكرام، في يوم الوطن يجب أن نستذكر كل من قدم لهذا الوطن من عطاء وإنجاز سجل باسم المملكة العربية السعودية. سنتحدث مشاهدينا الكرام تاريخيا عن هذا الوطن المعطاء المملكة العربية السعودية مع ضيف المتواجد معي في الاستوديو الدكتور عمر العمري، وهو أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. حياك الله دكتور عمر، ودعنا نتحدث في البداية عن كيف كانت وما هي البيئة السعودية قبل التوحيد وكيف أصبحت بعد توحيد المملكة العربية السعودية. تفضل. الحقيقة يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أن هيئ لهذه البلاد هذا الرجل العظيم الملك عبد العزيز الذي وحد هذه البلاد بعد أن كادت أن تتمزق. نحن نعلم أن هذه الدولة هي امتداد للدولة السعودية الأولى التي تأسست على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، والتي قامت على أسس دينية واستمرت لعقود، ثم تجددت في عهد الإمام تركي بن عبد الله في عهد الدولة السعودية الثانية. ثم حدث ما حدث في نهاية الدولة السعودية الثانية، وتحولت البلاد بعد أن كانت تعيش في أمن وأمان ووحدة متكاملة إلى أشبه ما تكون يعني دويلات مدن وتحيط بها الأسوار، ولا يستطيع الشخص أن يخرج ربما خارج سور المدينة من الخوف. فيعني الملك عبد العزيز استشعر قيمة إعادة الوحدة والبناء، وكان يحن دائما إلى إقامة هذه الوحدة من جديد، وتمكن بفضل الله سبحانه وتعالى من إعادة توحيد البلاد بعد أن نجح في محاولته الثانية في عام 1319 عندما استرد الرياض وأقام الدولة من جديد، وتمكن من توحيدها شطرا شطرا إلى أن عادت إلى أركانها ولله الحمد، واستمرت هذه البلاد كما ننعم بها ولله الحمد، حيث تولى المهمة من بعد الملك عبد العزيز أبناؤه الملك سعود، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد، ثم الملك فهد، ثم الملك عبد الله، ونحن الآن نعيش بأمن وأمان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز أطال الله عمره سلمان الحزم. نعم دكتور عمر، يمكن يعني المستقرئ للتاريخ السعودي وتحديدا منذ استرداد الرياض عام 1319 الهجرة، بعد أن مكن الله الملك عبد العزيز بأن يسترد الرياض وبالتالي تبدأ ملحمة التوحيد، يعني 32 عاما من التوحيد، يمكن المستدرك والقارئ للتاريخ يقول 32 عام من الكفاح حتى توحدت هذه المملكة، كيف نستطيع أن نقرأ هذه الرؤية في الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه؟ هو ربما يعني بعض الناس يعتقد أنها 32 سنة طويلة، هي ليست طويلة. نعم. في عمر الأمم. أولا يجب أن نعرف أن الملك عبد العزيز كان يرمي إلى إقامة أساس راسخ. نعم صحيح. ولا يريد الاستعجال في الوحدة والبناء، ولذلك كان يتحرك تحركا موزونا ولا يريد أن يفقد الناس، بالعكس. نعم. يعني كان من سياسة الملك عبد العزيز أنه يستصلح الناس، وتحول كثير من الأعداء إلى والخصوم إلى مناصرين للملك عبد العزيز في مختلف مناطق المملكة، كانوا صحيح. في يوم من الأيام في الصف الآخر وأصبحوا من رجال، بل من كبار رجال الملك عبد العزيز صحيح. بسبب سياسته في هذه الوحدة وحرصه على أن يكون البناء راسخ صحيح. ولذلك تجنب كثيرا عملية سفك الدماء أو شيء، كانت الوحدة تتم بأسلوب سلس، يعني وعندما يشعر أن المجال مفتوح في الشرق يتجه إلى الشرق، عندما يشعر أن المجال مفتوح في الجنوب يتجه إلى الجنوب، عندما شعر أن الحاجة ملحة لضم الحجاز والغرب ضم الحجاز، وكان يعني يتجه اتجاها مدروسا.
ولذلك يسمي المؤرخون الملك عبد العزيز بالعبقري. فعلا هو كان عبقريا في تحركاته، لم يكن تحرك خبط عشواء، وإنما كان تحركا مدروسا ينم عن عبقرية عسكرية كان يقوم بها الملك عبد العزيز. وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن الملك عبد العزيز يعني فقط متجه إلى هذه العملية، بل كان في نفس الوقت يرمي إلى بناء حضاري وحدوي اهتم بالمجالات الأخرى على قدر الإمكانات الموجودة. يعني نحن نعلم أنه كانت الإمكانات محدودة في ذلك الوقت، وكانت هناك تحديات دكتور عمر. يمكن نتحدث ما بعد التوحيد، يعني بالتأكيد أن الملك عبد العزيز يعني يفكر، وهذا هو الواقع، ببناء المواطن السعودي. وهنا بدأ التفكير بوجود مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. كيف استطاع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه أن يتغلب على كل المصاعب يعني تأسيس هذه المؤسسات المدنية والعسكرية في المملكة العربية السعودية؟ لا شك أن الملك عبد العزيز، عندما نقول الملك عبد العزيز، هو صحيح هو باني هذه البلاد ومؤسسها، ولكن الملك عبد العزيز كان محاطا برجال، صحيح، ويعني في مختلف مناطق المملكة. ومن أكبر يعني من استفاد منهم الملك عبد العزيز المؤسسات التي كانت قائمة قبل توحيد المملكة. في الحجاز مثلا استفاد من كثير من الرجال الذين كانوا موجودين هناك، بعض المؤسسات التي كانت قائمة، مؤسسات تعليمية وغيرها، استطاع أن يستصفي بعض الرجال من خارج المملكة العربية السعودية ويستقدمهم ويستفيد منهم، سواء خبراء سياسيين، خبراء تربويين، تعليميين، مشايخ وغيرهم. البلاد كانت بحاجة لهم، واستطاع أن يستصفيهم ويستخلصهم ويستفيد منهم. وهذا هو الذي بنى المملكة العربية السعودية بهذه العقلية الفذة التي تميز بها الملك عبد العزيز. يعني هنا نتحدث عن تهيئة المواطن السعودي منذ بداياته على نظام المؤسسات المدنية والعسكرية. لا شك أن الملك عبد العزيز، ومن أهم الأشياء التي اهتم بها، قضية التعليم. صحيح. يعني نعلم أن التعليم أسس لكل بلد، ولذلك الملك عبد العزيز يعني من أول ما عمله بعد توحيد المملكة هو إقامة أو ترسيخ التعليم، ولذلك حرص على نشر التعليم في مختلف مناطق المملكة، وكان يعني يجبر أو يأمر أمراء البلدان بإجبار بعض أبنائهم للدخول للمدارس. ويعني لا يخفى عليك أنه عندما افتتحت مثلا مدرسة دار التوحيد، أرسل إلى أمراء المناطق كلهم ويطلب منهم أن يرسلوا طلاب إلى دار التوحيد في الطائف، ودار التوحيد هي التي تهيئ للمرحلة التي بعدها، وهي المرحلة الجامعية. ونعلم أن بعضهم أخذ يعني شبه مجبر للتعليم، ومع ذلك مشت المسيرة والحمد لله، وصارت الأمور لهذه الدرجة. الملك عبد العزيز لم يكن رجلا عاديا. صحيح. عندما يعني استقبله أهالي الرياض بعد عودته في عام 64 بعد رحلة إلى الخارج، وأقاموا له احتفالا وجمعوا مبلغ مالي، قال لهم: أنتم تريدون تكرموني؟ قالوا: نعم. قال: افتتحوا به مدرسة. نعم. وحول هذه المدرسة إلى أساس تعليمي في الرياض، التي هي معروفة المدرسة التذكارية. نعم. فهذا يعني الرجل فعلا هو رجل عبقري. عندما رأى أن بعضهم يرى أنه ربما يعني لا يرغبون أو خائفون من 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 التعليم، وأن يصيبه لوثة وكذا، أحضر لهم مديرا من مشايخ آل سليم، اللي هو الشيخ عبد الله إبراهيم بن سليم، أحضره من بريدة ليكون مديرا، يعني في يتماشى مع الوضع. صحيح. جميل. يعني أيضا من ضمن التحديات التي واجهت الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه يعني بعد التوحيد، هي كيف يستطيع أن يبني اقتصادا قويا لهذا الوطن الكبير المترامي الأطراف. يعني ونتحدث عن النفط، وكيف استطاع ومكن الله لعبد العزيز الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن هذا الذهب الأسود. يعني بالتأكيد أنها كانت مرحلة صعبة حتى تم اكتشاف النفط. لا شك، المملكة العربية السعودية
مرت بأزمات اقتصادية وضيق، وربما الجيل الحالي لا يعلم ما كان الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ولكن الله سبحانه وتعالى ونية، أنا أعتقد أنها النية الصافية عند حكام هذه المملكة وبالذات الملك عبد العزيز عوضهم الله خيرا. يعني الملك عبد العزيز من حسناته يعني أنه ألغى ما كان يفرض على الحجاج من رسوم الحج، فعوضه الله خيرا في 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 ذلك. هل تتصور أن المملكة العربية السعودية عندما افتتحت المدارس التسع اعتمدت ميزانيتها على قرش واحد كان يؤخذ من الرسوم الجمارك، قرش من ميناء العقير، وميناء العقير كان هو الميناء الرئيسي في المنطقة الشرقية، وهذا القرش كان افتتح في المدارس التسع في المملكة العربية السعودية، ثم عوضهم الله سبحانه وتعالى بهذا الذهب الأسود كما يقال. صحيح. فالحمد لله، يعني نعم الله كثيرة، ونحتاج أن نشكر الله سبحانه وتعالى. صحيح. على هذه النعم ونحافظ عليها بالتأكيد. لكن الحديث سيستمر ويطول حول هذا التسلسل التاريخي للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بتوحيد هذه الدولة المباركة، ولكن أيضا مشاهدينا الكرام ينضم إلينا الآن ومن مكة المكرمة الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، وهو المشرف على كرسي الملك سلمان لأبحاث تاريخ مكة. حياك الله دكتور عبد الله، ونهنئك بالتأكيد باليوم الوطني وهذه الملحمة التاريخية التي سطرها جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله وثراه. أهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين، ويسرني أن أكون إلى جوار الأستاذ الدكتور عمر العمري الزميل والعزيز، والحقيقة أن الفرحة عامرة وتغمر القلوب على مستوى الوطني في ذكرى اليوم الوطني 85 للكيان السعودي الكبير. نعم. الحقيقة إذا كانت المؤسسات والأفراد يحتفون باليوم الوطني ويحتفلون بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، فالحقيقة أن القلوب تحتفي قبل ذلك بهذه المناسبة. صحيح. إذ أننا في مثل هذا اليوم الحقيقة نستشعر قيمة الوحدة التي حققها المؤسس الكبير الملك عبد العزيز، نحن نستشعر قيمة الأمن والاستقرار الذي يعيشه الوطن السعودي الكبير، نحن نستشعر النعم الكبيرة التي امتن الله بها على هذه البلاد وعلى أهل هذه البلاد والشعب السعودي العزيز، نحن نستشعر أننا في وطن دينه الإسلام وشريعته الشريعة الإسلامية وأرضه بلاد الحرمين الشريفين. الحق أن لهذا الشعور الجميل والفرح الغامر، وخصوصا في المناسبة 85، وجها آخر، ألا وهو أننا نستشعر هذه المناسبة ونحن نعيش عهد خادم الحرمين الشريفين. نعم. الملك سلمان بن عبد العزيز القامة الكبرى في الكيان العالمي. فالملك سلمان بن عبد العزيز كما رأيناه من خلال العام الأول لحكمه الميمون إن شاء الله، وجدناه ملكا يستشعر أن هذه الدولة محط أنظار المسلمين، وأنها دولة الإسلام الأولى، وأنها راعية الحرمين الشريفين، وأن حكامها خدام الحرمين الشريفين. فلذلك دوما نجده يؤكد على دين الإسلام وقيمة. صحيح. هذا الدين والعناية به، وهذا ديدن إذا سمحت لي دكتور، لكن هذا ديدن ملوك هذه المملكة العربية السعودية. أنا أتحدث يا دكتور عبد الله عن اهتمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله وثراه بالحرمين الشريفين، وتحديدا أيضا نتحدث عن المسجد الحرام، ومن بعدها أيضا أبناء الملوك البررة الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمه الله، ونحن في هذا العهد عهد سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. هذا الاهتمام بمكة المكرمة وبتاريخ مكة المكرمة وبالاهتمام بالحرمين الشريفين، تفضل.
يا سيدي حينما يعني أضع بعض الجمل بين يدي الحديث هو أننا نعلم أن ما نحن عليه اليوم هو نتاج الأمس. نعم. أن ما نحن عليه من الخير في هذا الكيان السعودي هو نتاج جهود ومنجز الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن. فإذا كنت قد انطلقت من اللحظة الآنية لحظة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي نجده يعمل على الحفاظ على المنجز العظيم، يعمل على الحفاظ على حدود الوطن بحماية حدود الوطن، يعمل على حفظ أمن هذا البلاد لحفظ استقرار هذا الوطن، يعمل على تكريس المكتسبات والتنمية والمنجزات حفاظا على ما قام به أسلافه بدءا من الملك عبد العزيز وملوك آل سعود من قبله. الملك عبد العزيز رحمه الله هو المؤسس، فكان له بصمة في كل صفحة من صفحات تاريخ هذا الوطن، بل هو الذي وضع اللبنة الأولى للكيان السعودي ووضع الأساس لكل المنجزات ولإسهامات التنمية. فإذا حدثتني عن الحرمين الشريفين وجهود الملك عبد العزيز نحوهما، فنحن بلا شك هذا جاء نتيجة لإدراك الملك عبد العزيز أن هذا الكيان السعودي هو أسسه على منهج واضح. هذا المنهج وهذا الأساس أن هذه الدولة دولة إسلامية، دينها الإسلام، نعم، ودستورها الشريعة، وهي راعية الحرمين وخدام الحرمين الشريفين. ومن صحيح. هنا ومن هنا وجد الملك عبد العزيز أن يكرس هذا المفهوم وهذا الأساس على أرض الواقع، ومن هذا الواقع هو تحكيم الشريعة، ومن هذا الواقع العناية بالحرمين الشريفين، نعم، وخدمة قاصديها من الحجاج والزوار والمعتمرين. الملك عبد العزيز رحمه الله وهو في لحظاته الأولى التأسيسية للكيان السعودي وبمجرد ما ضم الحجاز إلى هذا الكيان العظيم شرع في خدمة الحرمين الشريفين، واعتنى بالمسجد الحرام واعتنى بالمسجد النبوي واعتنى بمكة المكرمة والمدينة المنورة. ومما يمكن الإشارة إليه أنه عمل على التوجيه الدولة إلى العناية بعمارة الحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاطنيها ولقاصديها من الحجاج والزوار المعتمرين. وما يذكر في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر أنه رحمه الله اعتنى بالكعبة المشرفة فعامل على صيانتها وصيانة جدرانها الداخلية وأرضيتها، كما عمل على إعادة الشظية التي انتزعها أحد الفرس من الحجر الأسود وأعادها إلى الحجر الأسود رحمه الله، كما كان له دورا في توسعة أو تحسين المسعى، وذلك بتضليله وجعله على مسارين للذاهب وللعائد، أي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، كما اعتنى بإضاءة المسجد الحرام، أضاء الحرمين الشريفين، نعم، وكذلك عمل على تحسين عمارة المسجد الحرام وواجهاته الداخلية والخارجية. كما يشار إلى أن الملك عبد العزيز إلى جانب عنايته بالإضاءة اعتنى بالسقاية، فأوجد سبيلين إلى جوار بئر زمزم لسقاية الحاج وتوفير المياه للحجاج، لأن الحقيقة الأمن والاستقرار الذي عاشته بلاد الحرمين الشريفين وعاشه الوطن ساعد على ازدياد أعداد، نعم، الحجاج، وهذا تطلب عدد من الخدمات. بالتأكيد. وحقيقة هناك أيضا نقطة مهمة جدا تفضل. يجب الإشارة إليها من خدمات الملك عبد العزيز للكعبة المشرفة، هو أن الملك عبد العزيز أنشأ مصنع الكسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وأصبحت المملكة العربية السعودية هي التي تقوم بكسوة الكعبة المشرفة بعد أن ظلت الكعبة المشرفة تكسى من خارج هذه البلاد أو من خارج بلاد الحرمين من الدول الإسلامية كمصر وغيرها. نعم دكتور، يمكن أن أتحدث إن شاء الله معك حول
يعني أيضا ما قام به الملوك البررة من بعد الملك عبد العزيز رحمه الله من اهتمام أيضا لمكة المكرمة، وهي بالتأكيد وصية الملك عبد العزيز لأبنائه باهتمام بالحرمين الشريفين. ولكن أيضا انضم معي صحيح. الآن من تلفزيون ومن تلفزيون محطاتنا بتلفزيون المدينة المنورة الدكتور عبد الرزاق المحمدي، وهو إعلامي وباحث. حياك الله يا دكتور، ونهنئك بالتأكيد بهذا اليوم الوطني، والذي من خلاله نريد أن نتحدث معك عن هذا التطور الكبير الذي شهده المواطن السعودي على مر التاريخ. هذا التطور الكبير على المستوى المعيشي والمستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي والتنموي المتسارع في الحقيقة، إلى ماذا يدل، على ماذا يعكس هذا التطور المتسارع والمتصاعد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. وانتهز هذه الفرصة برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عزيز ولي العهد وزير الداخلية، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد وزير الدفاع والطيران، وإلى الإسرة المالكة، وإلى الشعب السعودي الكريم. نعم. ما ذكرتم فذلك يدل على أن القيادة الحكيمة، ومنذ الخطوات الأولى على يد المؤسس الراحل العظيم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، جعلت محور من محاورها، بل المحور الرئيسي لها هو تنمية الإنسان والرقي بالإنسان المواطن السعودي في جميع المجالات. وهذا ما ترجمته جميع خطط التنمية وجميع المشاريع، حيث بدأ رحمه الله تعالى بإعداد الهجر، إعداد نقل الإنسان من حياة البداوة وحياة الرعي، وهي حياة لا تتناسب وطبيعة العصر الحديث وما يتطلبه من الإنسان المتعلم المؤهل الإنسان المعاصر. فبنى الهجر وبنى المدارس وأرسل الدعاة والمعلمين إلى جميع مناطق المملكة، فجعل المنطلق الأول لبناء الإنسان هو التعليم. فنجحت تلك الخطوة والحمد لله، واستقبلها المواطنون وتفاعلوا معها بشكل إيجابي ورائع جدا. فهذا من ثمار اهتمام المؤسس، والذي انتقل بدوره وكان محل اهتمام أبنائه البررة من بعده، الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، الملك عبد الله رحمهم الله جميعا. وها نحن اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نعيش هذه التجربة من خلال التأكيد الكبير على رعاية الإنسان والمواطن السعودي. نعم. وتوفير جميع سبل العيش الكريم له. جميل. من خلال جميع البرامج التنموية التي تقدمها الدولة. بالتأكيد. يعني سنعود إليك دكتور إن شاء الله عبد الرزاق للحديث أيضا عن هذه الجوانب التاريخية أيضا التي تخص المملكة العربية السعودية، ولكن نعود مرة أخرى إلى الدكتور عمر كي نتحدث عن جانب مهم في الجوانب الاجتماعية. ومدرسة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن مدرسة ليست بالسهلة دكتور عمر، يمكن يعني ما بعد التأسيس، كيف استطاع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أن يجعل جميع مكونات المجتمع السعودي تنصهر برجل واحد وكأننا فعلا في وطن واحد؟ ومثل ما ذكرت سابقا أن الملك عبد العزيز كان حريص. نعم. على أن يكون البناء راسخ. صحيح. ولذلك حريص على أن يحول الخصوم إلى أنصار. نعم. وتحول بالفعل كثير من خصوم الملك عبد العزيز إلى مؤيدين. نعم. وهذا من البناء الاجتماعي. من البناء الاجتماعي أنه جعل الناس يحسون بقيمة المجتمع وقيمة. صحيح. الوطن. والملك عبد العزيز من الناس الذين عاشوا معاناة فقد الوطن. نحن نعلم أنه يعني هو وأسرته اضطروا إلى ترك الوطن قبل أن يعود مجددا. صحيح. فإحساسه بأهمية الوطن نقله إلى 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 هذا. صحيح. المجتمع. صحيح. البناء الاجتماعي تم كذلك من خلال ما ذكرناه من حرصه على بناء المؤسسات، مؤسسات الدولة. كان يهتم كذلك
بناء المدارس الأيتام وغيرها، زار مدارس الأيتام ويعني اهتم بها. الملك عبد العزيز من الناس الذين تميزوا حتى بالتعامل الحسن مع داخل أسرته وخارج أسرته. صحيح. ونحن نعلم أنه كان يكن تقديرا واحتراما لوالده. صحيح. ويعني ما قام به الملك عبد العزيز مع من يعني أشياء تجاه والده يدل على مدى الحب والاحترام المتبادل بينه وبين والده. فهذا الكيان لم يأتي من فراغ، وإنما تم بناء على هذا الأسس الراسخة التي تكونت. ثم لا ننسى يا أخي قبل أنه هذه البلاد الحمد لله تقوم على أسس إسلامية، والأساس الإسلامي دائما ما يحثنا على هذا الترابط الاجتماعي. يمكن أيضا نقطة مهمة يمكن أتحدث فيها عن من يقرأ في شخصية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بأنه لم يكن ملكا على شعب، بل كان هو من ضمن الشعب. يمكن أتحدث عن قربه والمجالس التي يعني كانت مفتوحة لاستقبال المواطنين، وكان يتجول في الأسواق وكانه يعني واحدا من هؤلاء الشعب. نعم، الملك عبد العزيز كما أسلفت أنت كان يعتبر نفسه واحد من الرعية، وكثير من القصص والروايات التي تروى. نعم. عن هذا الجانب، وكيف أنه كان يعني يقوم بجولات في الأسواق وفي غيرها، وكان يعني يرتبط مع الناس ويحضر المناسبات وغير ذلك. هو لم يعد نفسه كما أسلفت أنت يعني فوق الشعب، وإنما اعتبر نفسه من ضمن الشعب، وهذه السياسة يعني استمرت حتى مع أبنائه. لم نشعر يعني. صحيح. وسياسة الباب المفتوح دائما هي الموجودة والغالبة دائما. هذه سياسة الباب المفتوح مما يميز الحمد لله هذه المملكة، ويميز حكومات هذه. صحيح. الحكومة، ويميز حتى في يعني كما نعلم في الإدارات الحكومية. صحيح. أن كل مسؤول كل على رأس إدارة أن يفتح بابه للمواطنين. بالتأكيد. وأكد عليها هذه الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. نعم. عندما تولى الحكم وكررها. بالتأكيد. وهي منهج سابق لأسلافه. جميل. مشاهدينا الكرام، أيضا للمواطن كلمة في هذه المناسبة وفي هذا اليوم الغالي يوم الوطن في يومه 85 في ذكراه. دعونا نستمتع معكم بهذه الكلمات التي ظهرت من القلب إلى القلب من المواطن إلى وطنه. المملكة ويوم كلنا نفخر بهذا اليوم، ونهنئ الملك سلمان الله يطولنا بعمره، ملك الحزم والإنسانية. ونهني ولي العهد محمد بن نايف، ولي العهد محمد بن سلمان بهذا اليوم الجميل. نسأل الله أن يوفقهم لما فيه خير صراحة للدولة والمسلمين، وعانهم الله. أقدم أعز التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده، وللشعب السعودي الكريم ولجنودنا البواسل بمناسبة هذا اليوم الوطني العزيز. كلمة طال عمرك للجنود البواسل، إن شاء الله أن الله يعزهم وينصرهم ويرجعهم إن شاء الله لوطنهم ولأهلهم إن شاء الله سالمين غانمين، هذا حقهم علينا، ويعز حكومتنا إن شاء الله. عز الملك سلمان الله يطول عمره، ومحمد بن نايف الله يطول عمره إن شاء الله، ولي العهد ولي العهد محمد بن سلمان، يعز إن شاء الله الشعب السعودي. الملك سلمان باليوم الوطني والجنود الله ينصرهم. أولا أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهني الشعب السعودي، وهني جنودنا البواسل اللي على الثغور، واقول الله يقويكم وما قصرتوا، وان شاء الله دائما منصورين ان شاء الله. والله بارك للملك سلمان باليوم الوطني وولي عهده ولي عهده، ولجنودنا البواسل للشعب السعودي، والله يديم علينا الامن والامان.
والله أول شيء أقول الله يديم حكومتنا والله يعزهم ويجعلهم ذخر لنا، وثاني شيء ما ننسى أخواننا اللي على حد الجنوبي، الله يحميهم ويسدد رميهم ويرحم من استشهد منهم يا رب. نهني الملك سلمان وولي العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان، ونهني جنود البواسل على الحدود الجنوبية الله ينصرهم. والله أنا عندي ثلاث كلمات أبغى أوجه كلمة أولا للشعب السعودي عموما وأهنيهم باليوم الوطني، وأقول وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه، فلا بد أن نحافظ على وطننا وأن نتعاون ونتكاتف كلنا في مجاله. الكلمة الثانية أوجهها لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يطول في عمره وأن يحفظه وأهنيه باليوم الوطني، وأقول نحن أبنائك ورجالك ومعك. كلمة ثالثة أوجهها لأخواننا المرابطين في الحد الجنوبي وأخواننا المجاهدين من هم الآن مرابطين، أقول كان الله في عونكم وأنتم على رباط، وأسأل الله أن ينصركم عاجلا غير آجل. كلمة أخيرة للشهداء، أسأل الله أن يتقبلهم في واسع رحمته وأن يلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان. طلب الناس في اليوم الوطني يتقدم بأحر التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ملك الحزم ولي العهد ولي العهد وجميع أعضاء الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم. إذن مشاهدينا الكرام، هذه المشاعر الصادقة من أبناء الوطن في يوم الوطن، ونسأل الله العلي القدير أن يحمي أيضا هذا الوطن من شر الأعداء، وأن يحمي إن شاء الله رجالنا البواسل الذين يحمون هذا الوطن من على الحدود. نعود إليك دكتور عمر، يمكن نتحدث عن أيضا جانب مهم من جوانب التاريخية واهتمام سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله بالتاريخ، ويعني بأن يكون كل مواطن يستشعر بأهمية تاريخ هذا الوطن المعظم. الحقيقة نحن يعني المؤرخون نسمي الخادم الحرمين الشريفين منذ مدة ومنذ زمن بأنه عاشق التاريخ. نعم. وكنا يعني نشكر له الحقيقة وقفاته إلى جانب التاريخ وانتشاله التاريخ الوطني. الملك سلمان حفظه الله يعني بصماته واضحة على التاريخ الوطني، وظهرت بشكل أوضح عندما تولى رئاسة مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، وانتشر هذه الدارة ويعني تفاعل وتضاعف نشاطها، أصدرت عدة إصدارات في التاريخ الوطني تشكر عليها الحقيقة. كذلك للملك سلمان أثره في إقامة الاحتفال بالمئوية، والمئوية كان لها جهود كبيرة جدا في خدمة التاريخ الوطني، أصدرت عدة إصدارات صحيح وعادت طباعة ونشر عدد من المؤلفات التاريخية السابقة، عقد خلالها عدد من المؤتمرات وقدم خلالها يعني أوراق علمية كثيرة عن تاريخ المملكة. فالملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله مهتم اهتماما كبيرا بتاريخ المملكة، وهو من الناس الذين يحبون القراءة، يعني كثير من المواقف التي حدثت تثبت أنه قارئ من الدرجة الأولى. جميل. أيضا نعود مرة أخرى لمكة المكرمة مع الدكتور عبد الله الشريف المشرف على كرسي الملك سلمان لأبحاث تاريخ مكة. دكتور عبد الله مرحبا بك مرة أخرى، يمكن نتحدث أيضا عن اهتمام سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمكة المكرمة وبأبحاث التاريخية لمكة المكرمة، وأيضا المخطوطات التي وجدت في مكة المكرمة، تفضل. أشكرك مرة أخرى، والحقيقة مثل ما قدم الأستاذ الدكتور عمر، نحن المؤرخين نعتبر الملك سلمان اليد الحانية على التاريخ والمؤرخين، وهو الحقيقة المؤرخ والراوي والناقد والقارئ حفظه الله.
وجهوده في خدمة التاريخ الوطني والعناية بالتاريخ الإسلامي معروفة ومذكورة ومشكورة. فهو رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، وهو من رعى إنشاء مراكز التاريخية في الوطن كمركز تاريخ مكة المكرمة ومركز تاريخ المدينة المنورة ومركز البحر الأحمر ومركز تاريخ الطائف وغيرها مما هو ضمن هذه الدائرة، إلى جانب العناية بالكراسي العلمية التاريخية البحثية، ومنها كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة الذي أشرف الحقيقة بالإشراف عليه، لأنه يجمع بين يعني اسمين عظيمين، اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز واسم مكة المكرمة أم القرى البلد الأمين، وكذلك كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ المدينة المنورة، وكرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بجامعة الملك سعود. هذه دلائل الاهتمام، والحقيقة نحن في مكة المكرمة وفي جامعة أم القرى وفي كرسي الملك سلمان من خلال هذا الكرسي نعمل جادين على خدمة تاريخ مكة المكرمة ودراساتها، وبفضل من الله وحقيقة بجهود مشكورة من الباحثين في قسم التاريخ بجامعة أم القرى والمؤرخين في أقطار الوطن وخارج الوطن من المعتنين بالتاريخ المكي، والحقيقة أيضا بدعم مشكور من جامعة أم القرى وعلى رأسها معالي مدير الجامعة الدكتور بكري عساس، وأيضا من دارة الملك عبد العزيز وعلى رأسها معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري. الحقيقة بذلنا يعني جهدا يعني كبيرا في الفترة الماضية، وبفضل من الله أنجزنا أكثر من 50 بحثا علميا في دراسات تاريخ مكة المكرمة، منها ما هو تحقيقا ومنها ما هو دراسات ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو حضاري. وبفضل من الله احتفينا قبل موسم هذا الحج بالمجموعة الثانية من إصدارات هذا الكرسي، وقد نشر أكثر من 13 كتابا، ونحن الآن بصدد تدشين الدفعة الثالثة إن شاء الله قريبا من إصدارات الكرسي. كما كان لنا الحقيقة منشطا مهما اعتنى بخدمة عزيزة من خدمات حجاج بيت الله الحرام، حيث قام الكرسي في ظل جامعة أم القرى بتنظيم ندوة كبرى وهي ندوة الطوافة والمطوفين، وحقيقة نعتبر هذه الندوة هي الندوة الأولى من نوعها في دراسة تاريخ الطوافة، وهي مهنة قامت على خدمة حجاج بيت الله الحرام ولا زالت تقوم، وعانت بها المملكة العربية السعودية وحولتها من العمل الفردي إلى العمل المؤسساتي، وهي تقوم بجهد كبير في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير الخدمات في هذا المجال. جميل. ولدينا من المشاريع والخطط المستقبلية ما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في أن يعني نلبي رغبات راعي من رعى إنشاء هذا الكرسي وسمي باسمه، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي بلا شك إذا كان هو يعتني بالتاريخ الوطني على وجه العموم والتاريخ الإسلامي أيضا، فإنه بلا شك يعتني بتاريخ مكة المكرمة والحرمين الشريفين على وجه الخصوص، وهو خادم الحرمين الشريفين، وقد رأيناه في باكورة حكمه كيف بين أو أوضح للناس أهمية الحرمين الشريفين في خارطة سياساته واستراتيجياته، فجعل زيارته الأولى الوطنية لمكة المكرمة وتفقد فيها مشاريع الحرمين الشريفين، وفي شهر رمضان المبارك احتفى الوطن والمسلمون بتدشين التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، الذي جعلته يستوعب أكثر من 2 مليون مصل في آن واحد، وكذلك رأيناه قبل أيام حفظه الله ورعاه وسدده كيف أشرف على حجاج بيت الله الحرام من منى، وعمل على مباشرة الرعاية لقيادة الحجيج ولتوفير أفضل الخدمات وتيسير نسكهم على أكمل وجه. نعم نعم دكتور عبد الله. نعود أيضا مرة أخرى للدكتور عبد الرزاق المحمد، يمكن نتحدث عن هذه المعالم التاريخية وهذه الأحداث
التاريخية وأيضا المعالم الوطنية كيف نستطيع أن نستثمرها ويعني يستطلع من خلالها المواطن سواء كان صغيرا في السن أو كبيرا في السن لكي يعرف بمنجزات هذا الوطن؟ تفضل. حقيقة المنجزات الوطنية متعددة والحمد لله إنها أصبحت الآن صروح تاريخية شاهدة، وكما ذكرنا على اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن السعودي. نعم. وقد شملت هذه المنجزات الحضرية جميع مجالات التنمية من الطرق والبنية التحتية، الطرق، المطارات، التعليم، الجامعات، المستشفيات وغيرها. فبوقفة واحدة أمام هذه المنجزات يعرف المواطن ومن مختلف الفئات العمرية ما قدمته وتقدمه القيادة الرشيدة لخدمته وإعداده لإدارة هذه المنشآت نفسها. فهذه المنشآت لم تأتي من فراغ، فجاءت من دراسة وجاءت من تخطيط وجاءت من اهتمام، وأيضا وظفت واستثمرت فيها ثروات الوطن نفسه. الوطن أكرمه الله بثروات عظيمة، هذه الثروات تم ترجمتها وتم استثمارها في هذه المنجزات. فعلى سبيل المثال وكما ذكر الضيوف الأساتذة ومنها الحرمين الشريفين، الحرمان الشريفان يقفان شاهدان تاريخيان إسلاميان على ما قدمته وتقدمه هذه الدولة. والحرمان الشريفان كمنجز إسلامي حضاري يسجل للقيادة الرشيدة وأيضا يسجل للمواطن السعودي بصفة عامة. يقف المواطن أمامه ليدعوه دعوة صادقة للإسهام في بناء وتنمية هذه المنجزات والحفاظ عليها كمنجزات وكمكتسبات وطنية شاهدة على ما وصلت إليه المملكة وما تسير إليه بإذن الله تعالى من تقدم ورقي في جميع المجالات، وتدعوه في الوقت نفسه إلى تعزيز وتأكيد الولاء في نفسه وفي نفوس أبنائه للقيادة الحكيمة. نعم. والوقوف مع القيادة الحكيمة يدا واحدة في سبيل تنمية وتطوير البلاد والحفاظ عليها من جميع الجوانب. نعم. يعني في الحقيقة الحديث معكم لا يمل، ولكن يمكن يعني وقتنا دائما ما يداهمنا. نبغى نسمع منك دكتور عمر كلمة أخيرة وتلخص بها هذا اليوم بأنه يعني الشيء الكثير للوطن والمواطن. نعود إلى نقطة البداية ونحن نقول أن في هذا اليوم الوطني نتذكر الرجال الذين كان لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى في إقامة هذا البنيان وترسيخه، بدءا من المغفور له المؤسس الملك عبد العزيز، ثم أبنائه البررة الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله وخادم الحرمين الشريفين. كذلك لا ننسى الرجال الذين قاموا مع هؤلاء في بناء هذه الوحدة الوطنية، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الكيان الراسخ، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمن والأمان الذي تعيشه المملكة العربية السعودية. نحن لو نظرنا إلى ما حولنا من مناطق لرأينا كيف يعني هذه المناطق تستعر، ونحن والله الحمد نعيش بأمن وأمان، وهذا يذكرنا بنعمة الله سبحانه وتعالى ويجب علينا أن نشكره. ولذلك من يعني الوصايا التي أوصي بها الشباب وصغار السن أن يحتفلوا بمثل هذه المناسبة احتفالا يليق بهذه المناسبة، ويشكروا سبحانه نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم أكرر أننا لا ننسى رجالنا على الحدود ورجال الأمن الذين يستهلون. ينتشرون ليخدموا هذه البلاد، وندعو له بالتوفيق والسداد، ونشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه الإنجازات الرائعة وعلى هذا المستقبل الذي إن شاء الله نستشرفه لهذا الوطن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تدوم هذه النعم، وكما يقال وبالشكر تدوم النعم. شكرا لك دكتور.
أيضا دكتور عبد الله الشريف، يعني من خلال هذه الدقائق كيف تستطيع أن توجز لنا أهمية هذا اليوم الوطني بشكل سريع؟ تفضل دكتور. يا أستاذي حفظك الله، نحن نقول التاريخ هوية، ونشكرك أنك استنطقت التاريخ ليعبر عن هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، وبالتالي نرى أن هذا الاستنطاق يجب أن يكون أو أن يصب في استشعار قيمة هذا الوطن وأهمية هذا الوطن، وبذلك يكون مجالا لتعزيز روح الانتماء والولاء والوطنية نحو هذا الكيان السعودي العزيز. فهذا الوطن من خلال هذا الرصد التاريخي نعلم بأنه أعظم الأوطان، وأن هذه الأرض هي خير أرض الله، وأن هذا الشعب هو الشعب العزيز، جميل، شعب بلاد الحرمين الشريفين. نعم دكتور. وأن لدينا من الخيرات والمكتسبات ما نحن جديرين بالعناية به والحفاظ عليه وعلى مكتسباتنا. شكرا. الوطنية. شكرا لك. شكرا لك دكتور. وأيضا الدكتور عبد الرزاق المحمدي بكلمة إذا سمحت لي، تفضل. اليوم الوطني، الاحتفال باليوم الوطني لم يعد مناسبة رسمية، نعم، مقتصرة على الجهات الرسمية، بل أصبح الآن له وقعه الإيجابي، صحيح، الاجتماعي في نفوس المواطنين جميعا. فالمواطنين الآن نراهم يحتفلون بهذا اليوم في جميع الأماكن، في جميع حتى في بيوتهم، ولذلك نحن نستثمر هذا الوقع الإيجابي لدى المواطنين في تذكير المواطنين، جميل، بأن هذا اليوم الوطني فرصة لنا لنتذكر نعمة الله علينا، وإن هذه لك القيادة الحكيمة نعمة من نعم الله علينا، وعلينا أن نحفظ نعم الله ومن المحافظ علينا. شكرا. نعم. حفاظ على هذه الدولة. يعطيك العافية، شاكر ومقدر لك. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، انتهى الوقت المخصص لنا في هذا الاستوديو المفتوح. لا يسعني في الختام أن أشكر الدكتور عمر العمري وهو أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكذلك نشكر الدكتور عبد الله بن حسين الشريف وهو المشرف على كرسي الملك سلمان لأبحاث تاريخ مكة، وكذلك نشكر لي الدكتور عبد الرزاق المحمدي وهو الإعلامي والباحث. مشاهدينا الكرام، يد تبني ويد تحمي هذا الوطن ويد تدافع عن ثرى هذا الوطن. أدام الله لنا العزة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أدام الله عزه ونصره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.